السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة على قناتكم نبيل كسطان. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نستكشف عملة البيتكوين، وهل سوف يستمر الصعود أو سوف يعني ينزل البيتكوين إلى أسعار ما تحت 19,000. كل هذا سوف نشاهده في هذه الحلقة، لكن قبل البداية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل دائما بالجديد، فهناك حلقات شيقة وقيمة إن شاء الله في القريب العاجل، لهذا ابقوا معنا. فكما نشاهد الآن السوق أخضر، يعني لاحظوا خلال 24 ساعة الكثير من العملات حققت بعض الارتفاعات أعزائي الكرام، من ارتفاع ب 36% في عملة السيليوس، أيضا الدوج كوين، أيضا عملة الجي أم تي. الكثير من العملات التي حققت بصراحة بعض الارتفاعات هذا اليوم، لكن السؤال المطروح، هل سوف يستمر السوق هكذا أو سوف ينزل إلى يعني أسعار متدنية إلى ما كانت عليه أو أكثر؟ فنستكشف البيتكوين أعزائي الكرام، لأنه هو الذي يعني ملك العملات الرقمية، وإذا ارتفع ترتفع العملات وإذا نزل تنزل العملات. فكما لاحظتم هو الآن مرتفع بسعر تقريبا بنسبة 7%. ننتقل الآن إلى يعني التريدينج فيو. قد تحدثت مسبقا يعني في حلقة قمت بطرحها تقريبا قبل يومين، وقلت لكم بعض يعني الأشياء في عملة البيتكوين، وحددت لكم بعض النقاط وبعض أهداف البيتكوين على المدى المتوسط أو القريب، وقلت لكم إذا حقق هذا الهدف فسوف يدينا إلى هدف آخر وأيضا إلى هدف آخر. أوكي، السؤال المطروح الآن، هذا يعني تحليل قمت به قبل 3 أيام تقريبا. السؤال المطروح الآن، هل سوف يستمر البيتكوين في الصعود؟ وهل ممكن أن نقول قد تعافى البيتكوين؟ أو سوف يدينا إلى يعني أسعار متدنية؟ لكي أكون معكم صريح وأجاوبكم بكل صراحة، ما زال الأمر سلبي. طالما لم يحقق هذا الهدف الذي قمت بطرحه هنا، يعني إغلاق يومي في سعر 21,400، ما دام البيتكوين سلبي أعزائي الكرام، فبصراحة أمن صفقاتك، ما زال البيتكوين سلبي وما زلت أرشحه للهبوط أعزائي الكرام إلى أسعار ما تحت 18,000 كما حللت لكم قبل 3 أيام. هذه هي نظرتي المستقبلية، لأنني أتتني رسائل كثيرة جدا في هذا اليوم على هل سوف يعني هل ارتدت السوق او ارتدت البيتكوين، او هل تعافى البيتكوين، او مازال هنالك هبوط. فانا اقول لكم الاجابة يعني الاخيرة هي ما زال هنالك هبوط اعزائي الكرام في البيتكوين. البيتكوين لم يتعافى بعد، ممكن ان نقول تعافى بنسبة صغيرة عندما يخترق 21,400، سيدينا بعد ذلك إلى أسعار 23,000، ومن ثم إلى أسعار 24,300. في ذلك الحين ممكن أن نقوم بعمل تحديث لهذا الفيديو. إذا كان لديكم أي أسئلة أو أي استفسارات كيفما كانت، أتركها في تعليق أسفل الفيديو، سوف أقوم بالإجابة على جميع تعليقكم إن شاء الله. لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتواصل دائما بالجديد أعزائي الكرام. فدمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.